حصد الحافظ اليمني الشيخ عبد الحكيم العوسجي المركز الأول من بين 23 دولة مشاركة في مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم في دورتها 19 2018. يشار إلى أن العوسجي كان ممثلا عن اليمن في مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم وتجويده وتلاوته برواية حفص عن عاصم. لا تقتصر العظمة على أفعال الدنيا فحسب، بل قد تخلد الشريعة عظماءها، مثل ما ضرب الشيخ الشاب اليمني عبد الحكيم العوسجي موعدا معها حينما انتزع المركز الأول في مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم في دورتها 19 للعام 2018، مسابقة عالمية تألق فيها الشاب العشريني اليمني العوسجي، شاركت في مضمارها الروحاني 33 دولة. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أحمد الإله سبحانه وتعالى أن وفقني للمشاركة في هذه المسابقة والفوز بالمركز الأول. وإن كان من شكر فالشكر أولا لله سبحانه وتعالى، ثم لمؤسسة فاضلة التي أخذت على عاتقها تعليم كتاب الله في أنحاء اليمن بل وفي أنحاء العالم جميعا، المؤسسة الخيرية بهائل سعيد أنعم شركاء. المسابقة التي كان ختامها مسك بعبق يماني، وكان العوسجي بطلها والأول بين منافسيه في حفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته برواية حفص عن عاصم، وحضرها مساندا ومحتفلا الحاج عبد الواسع هايل سعيد، حيث أشاد بابن اليمني العوسجي والفخر الذي أضافه لبلاده، متمنيا أن يستمر النجاح حليفا للمتسابقين اليمنيين في الدورات القادمة. في هذا اليوم المبارك وفي مدينة قوسقو وبرعاية جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، تمت اليوم مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم، وتم الاحتفال الرسمي بإعلان الجائزة، وبتوفيق الله فاز الولد عبد الحكيم العوسجي بالمركز الأول من كل المتسابقين من كثير من الدول العربية والإسلامية. وهذا الفوز هو يعني ليس له وحده، وإنما له وللوطن، لوطننا اليمني كافة. ندعو الله أن يستمر هذا النجاح في الدورات القادمة بإذن الله. الوالد الفاضل عبد الله عبد سعيد والحاج الوالد الفاضل عبد الواسع هاي سعيد، الذي شرفنا بالحضور في فعاليات هذه المسابقة وتكريمي والإثناء علي وتوجيهاته الكريمة. وإن كان من شكر فكذلك أشكر مشائخي الذين بذلوا وصار جهدهم في تعليم كتاب الله والوصول إلى إتقانه والفوز بهذا المركز العظيم الذي يشرف اليمن جميعا. وها أنا أهدي فوزي عامة لوطني الحبيب، وخاصة لمؤسسة الفاضلة المؤسسة الخيرية بهائل سعيد أنعم وشركاه، وإلى مشايخي جزاهم الله كل خير. ليس غريبا على اليمن أن تنجب مثل هؤلاء، فهنيئا لك يا عوسجي، الفوز والتمنيات بمزيد من التقدم والعطاء في خدمة كتاب الله.